اما رحنا كانت ظروف صعبه جدا جدا جدا، لانها كانت في كانوا قاعديننا في فيلل زي المقابر، ومفيش الميه بتيجي ساعه في اليوم. في الساحل العكس فرقه قويه جدا جدا، ماتش كان صعب قوي، كان ماتش تكتيكي بحت يعني. طبعا تلعب 120 دقيقة في بوركينا في الجو ده، وكان ماتش صعب جدا. انا كنت رابع يعني، كاتيجوريا كان حاطتني رابع مش الاخير. وبعدين خلاص انا الرابع وطارق مصطفى الخامس، وبعدين فجأة قبل ما نلعب راح كاتيجوريا مشقلب، قال لك لا حازم خليك انت الخامس وخلي طارق الرابع. سبحان الله يعني، عشان انا اللي اشتهر يعني، انا اللي اتصيط يعني. وانا داخل مش شايف حاجة يعني. انا عامة في بلنتيات ما بحددش اشوط فين، دايما بشوف ابص الجون هيلعب هيعمل ايه واحط ساعتها يعني، باخد القرار وانا في لحظتها، مبقاش محدد انا هشوط يمين او شمال. ما عدا الكوره دي في حياتي هي الوحيده اللي انا وانا ماشي الطريق ده كله عمال اقول شمال تحت شمال تحت شمال تحت، ماشي كده عمال اقول اسمع لنفسي عشان ما غيرش تفكير. تلاقي الاربعه اللي قبليه كلهم شاطوا في حته والجون راح في حته، يعني كلهم شاطوا كويس جدا، انا الوحيد اللي راح معاه الجون وكان هيصدها.